ايوه يا باشا. اهلين. اهلا وسهلا، عامله ايه؟ رايك في البدله؟ اوه حلوه قوي، حلوه كويسه. سيب من واحد صاحبي استلفتها من واحد. ما عشان انت عارف مهرجانات بقى وقرطاج والكلام ده، انا ماليش فيه في المواضيع دي، بس هم قالوا لي لازمك تيجي وبعتوا لي دعوه رسميه بصراحه. والبابيون، البابيون طهيرك على 100. والله خانقاني قوي. لا البابيون لا، انا اجرتها. اجرتها بس غاليه قوي بصراحه. يعني قديش؟ مش عارف 14 دينار حاجه زي كده. ليلي غاليه، ليلي غاليه والله. يا ايمن غاليه وراسه خير. انت عامله ايه؟ والله الحمد لله، الحمد لله. نجمه والله العظيم، الفستان حلو. شكرا شكرا، فستان من تصميمي. لو مراتي بتتفرج مالكيش دعوه باللي انا بقوله ده، عشان ما يحصلش مشاكل. بس ما يحصلش مشاكل، بس الفستان من تصميمي. لا بس والله المهرجان حلو. والله حلو، اعطيني رايك. صح، احكي لي شويه. شوفي، هو انا عندي 10 سنين، انا دايما عندي 10 سنين قاعد في تونس، عمري ما رحت مهرجان قرطاج، ودايما اطلع في التلفزيون وفي الراديو، فما حدش يعني ايه، مش ما حدش بيقول لي، هما بيبعتوا دعوه مثلا ولا حاجه، مش بتكسف. انا لوحدي وما بحب وما يعني في الوسط بتاعنا احنا بنحب بعض قوي بصراحه، يعني في الوسط الاعلامي ده يا لهوي على الحب اللي احنا بنحبه بعض، سامعين. فطبعا ايه، فبتيجي بقى ايه، تفضل واقف. جيت مره وكنت يعني فضلت واقف كده لوحدي، ناس تكلمني واروح واجي، فحسيت ان هي ملهاش لازمه غير لما يكون عندي فيلم، يكون عندي فيلم بقى وابقى مشترك بقى وفيلم يعني. هذه تنجم تكون المقدمة، الوجود أيمن على الريد كاربت. يعني أيمن اليوم جينا بفيلم. لا صاحبي اللي عنده فيلم فعزمني. أقسم بالله. والله العظيم صاحبي عميد بوخريس عنده فيلم اسمه سينما حلال، كلمني وأقسم بالله امبارح سهرانين مع بعض، ويقول لي أيمن لازمك تيجي لازمك تيجي، وجاب لي الدعوة الرسمية الحمد لله، ودخلنا وهدخل إن شاء الله أتفرج. بس عايز أقول لك على حاجة، وكلمة حق تتقال. قول لي في قول لي في نظام شويه، وفي ستات حلوه كتير بصراحه. انا حلوه. انت مزه بالمصري. انت بسكوته يا مقرمشه. لا 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 لا، قناه ايه دي اللي انت عماله تغني؟ ده قناه نيو ميديا. نيو ميديا على الانترنت يعني. على الانترنت مش مشكله. everything. ابعتوا لنا الحوار ده بس وربنا يسهل. اوكي يلا. شنو باش تقول لجمهورك التونسي؟ جمهوري، اسمعيني، انا من الناس المتواضعه جدا. انت جمهورك جمهور، انت تعرفت بالاحوام التونسيه ببوت الدين. لفيناها تونس كلها من شرقها لغربها. والحمد لله كويسين جدا وزي الفل. انما انا احب اقول لكل شخص بيحبني، اقول له انا بحبك اكتر ما انت بتحبني. وكل شخص بيكرهني اقول له شكرا، عشان كرهك ليا هو اللي بيخليني اطلع لقدام وانتصر. شكلي في حد وقع فوق ولا حاجه؟ والله ان شاء الله. والله بس اقول لك على حاجه، انت من المذيعين اللي دمك خفيف في المكان على فكره. والله اسمع، تقعد لهنا وتموت بضحك وتمشي بس كده. خلاص هنعمل ايه انت كده؟ عايزه حاجه تانيه؟ تحب نطلع فوق؟ تحب نقفل البرنامج؟ احنا هنقفل البرنامج. بس قبل ما نقفل البرنامج، عشان بس الواد الغلبان اللي واقف ورا الكاميرا ده تعب. ما يهمنيش ما يهمنيش، سيبه لحاله بكره شوقه يجيبه. هي عايزه تغني بس مش فاهم هي عايزه ايه بالظبط، عايزه تبقى مذيعه ولا مغنيه؟ مش عارف والله. هي عايزه ايه دلوقتي؟ هي عامله ايه دلوقتي؟ ومين هون عليها الوقت؟ قولوا لي لو في صالحها اروح لها وصالح ظالمها وقلبي جارحها. اجي لها ولا مش دلوقتي؟ ايوه كده. راهو كده باش نفسر لكم، راهو كي تعملوا انترفيو مع مصري راهو يكون مفركش كده ومنعنع. لا لا ومنعنع، عشان هو بيحب النعنع وكده. تعال النعنع يا تعال النعنع. أيوة. ونقلبها ضحك وهزار. انت عايزه ايه اكتر من كده؟ خلي اضحك يا عم. احنا نحب نوصلوا البسمه للتوينسه. اكيد. والضحكه، ويزينا من الحوارات الصعيبه والحوارات اللي الناس كل تبدا كبسه فيها روحها. والحمد لله راحت علينا الكورونا، وجينا بقى رجعنا في مهرجان، والناس كلها قابلت بعض، والناس كلها بتحب بعض. وعايز بس اقول حاجه، استنونا في رمضان اللي جاي، في حاجه قويه جدا، اقوى من 2 رمضان اللي فاتوا. عاملين حاجه قويه برشا. وفي حاجه بصورها في شهر، احنا في شهر 10، شهر 10 اخر شهر 10 ان شاء الله. لا خلاص شهر 10 خلص. احنا في يعني هو المفروض بعد يومين بالظبط هيبدا التصوير. خليها مفاجاه، هتشوفوها على التلفزيون وعلى الراديو وكل حته يعني. يس هنشوفوها ايمن. يعطيك الصحه. ثانك يو. باي باي.